السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نتذكر احنا عملنا ايه في القناة ديت وشرحنا ايه بالظبط. احنا شرحنا وعملنا كل حاجة تخص الادمن. يعني احنا عملنا زرار زي دوت وندك الباسورد بتاعه ويدخلني على ايه، على الاختيارات ديت. بعد كده احنا عملنا حاجة اسمها اضافة ادمن جديد، وهو رقم الادمن اللي هو رقم المفروض بتاعك انت، اللي هو تحفظ مثلا هذا الرقم، اي رقم عامة هذا مستخدم اسم الادمن مثلا محمد مكي، رقم السر بتاعه محمد مكي صدام علي، رقم السر بتاعه 14، تأكيد 14. بيعمل ادخال، احنا عملنا في لما يعمل ادخال هينور البيانات الاضافيه. البيانات الاضافيه مثلا رقم تليفونه وهكذا، والبلد بتاعته مثلا لو هو بلد البانيا هيظهر العلم بتاعه، لو هو البلد الجزائر هيظهر البلد بتاعه وهكذا. هنا المدينه طبعا، لو احنا المدينه، مجرد ما تكتب مدينة في الجزائر، مجرد ما تختار جزائر تاني هيظهر المدينة. يعني مثلا تقريبا الجزائر عاصمتها، طب نخلينا في بلد سهلة شوية، خلينا مثلا ايه السودان مثلا. السودان معروف ان عاصمتها خرطوم. بعد كده خلاص تم الحفظ، تمام. انت لما بتيجي تخرج وتخش تاني، ما تيجي تضيف ادمن تاني من جديد، محمد سعيد ماشي، رقم باسورد 1 1. لما تيجي تعمل بيانات اضافيه تختار مثلا رقم الموبايل، افريقيا الوسطى، لما تيجي تحدد المدينه مفيش، لما تيجي تحدد السودان اللي احنا عملناها قبل كده هيجيب لك بقى ايه الخرطوم، ليه اللي احنا عملناها اضافه قبل كده. فممكن ايه يعني تستفيد من ادخالات صاحبك او زميلك الموجود على السيستم، تستفيد من ادخالاته. مجرد ما تضيف اضافه بلد في السودان، اي بلد اي مدينه تانية تحدد في السودان هيتاح لك، تمام. دي الافكار. بعد كده احنا بنخل عملنا في طبعا الصلاحيات، عايزين نضيف له المشتريات وعايزين نضيف له وهكذا وعايزين نضيف له وهكذا. وبعد كده هنعلم ان شاء الله هنا برضو. المره دي بقى هنعمل حاجه اسمها الايه، الصوره الشخصيه. الصوره الشخصيه يبقى احنا هنضيف هنا الصوره الشخصيه، هنا الصوره الشخصيه الصورة الشخصية هنعمل لها المرئي علشان نقدر نشتغل. هل في حاجة هنا جاهزة نقدر نبني عليها الصورة الشخصية؟ هنشوف. لا دي كبيرة، كبيرة جدا برضه. عايزين فورم يكون جاهز، ما نقعدش نعيد ونزيد فيه. لا دي رسايل، دي رسايل. وليكن دي كام؟ فورم 17. فورم 17، هات يا عم 17، وهناخد النسخ و كوبي وبيز. يبقى هنعمل بتاريخ النهارده 19 19 7 18. هنقول له ايه بقى؟ هنقول له هنا ادخال صورة شخصية، ادخال صورة شخصية. وهنشيل دي، ادخال صورة شخصية، وهنضيفها طبعا مع في خاصية الأدمن، خاصية الأدمن. هنا
يبقى اوبن فور، اوبن فورم، افتح النموذج. فورم اللي هو اللي احنا لسه عاملينه اللي هو 19/7/2018. خلاص. يبقى كده خلصنا من النموذج ده. شوف كده. الصورة الشخصية. فاكر احنا عملنا ايه؟ احنا بقى اخترنا ايه؟ هنرجع الفيديو ونشوف بقى احنا لخبطنا في ايه. ماشي، يبقى ده 19. يبقى الصورة ادخال شو الصورة. احنا عايزين اول ما نفتح ادمن ده يختفي، او يبقى حجب زي يعني عدم التحكم فيه، يعني الا بعد اتخاذ الشرط المعين اللي هو اضافة البيانات الاساسية. يبقى هنعرف اسم كوماند، كوماند يعني ايه؟ يعني الزرار ده اسمه كوماند 11. تمام كده. وعند اون لود يعني عند الفتح، بالك اهو اون لود عند الفتح، مي دوت كوماند 11 بتساوي فولس. يبقى مي دوت كوماند 11 دوت انيبلد بتساوي فولس. بس يا اخي بقى انيبلد يعني ايه؟ يعني اول ما يفتح الفورم الزرار ده يبقى في حاله تجميد، في حاله تجميد، عدم التحكم فيه او عدم الضغط عليه اطلاقا. ليه؟ لان لازم يتحقق الشرط الاول، هو ادخال المعلومات الاساسيه. يعني ايه؟ يعني يتوجد الشخص الاول، يتوجد ويقعد كده قدام مني، بعد كده اعرف ايه اتكلم معاه. لكن ما اقعدش اتكلم مع هوا، يعني اتكلم مع واحد وهو مش قدام مني يبقى انا مجنون. يبقى اصبح لازم الشخص يبقى قدام مني عشان اقدر اتكلم معاه. طب الشخص هو ايه؟ هو البيانات الاساسيه. فين هو البيانات الاساسيه؟ اهي الادمن، دي البيانات الاساسيه اللي يمكن ادمن، اي ادمن فيك في العالم، في اي برنامج، اللي لازم يتوفر عليه رقم الادمن اللي هو رقم الاي دي بتاعه، والرقم الحرفي مش مهم، رقم الادمن مش مهم، رقم السر بتاعه مش مهم. ده لازم الرقم ده يكون موجود، عشان الرقم ده هيكون مرتبط بجميع حاجات الاختصاصات بتاعت الادمن ده. يبقى هو ده الاساس. ما ينفعش انا احط صوره شخصيه لشخص وانا ما اتعملش حتى الرقم الادمن الاي دي. طب ما ممكن اسم الاي دي، اسم الصوره الشخصيه على الرقم ده. ماشي، انا معاك، انا ممكن اعمل صوره شخصيه على هذا الرقم، بس الرقم ده مفارغ منه رقم الحرفي، وفارغ منه اسمه، وفارغ منه رقم السري. يبقى اصبح رقم فارغ، يبقى انا هضيف صور على ناس مش موجوده، او بيانات فارغه. يبقى انا هكدس البرنامج صور وخلاص. لازم احجب، لازم ادي اوامر. المفروض دخل البيانات الاول، دخل المعلومات الاول، بعد كده اضيف الصوره. يبقى احنا كده في حالة تجميد، في حالة توفر الشروط. يعني هنحاول مرة أخرى إظهار الزرار. يبقى عند الإدخال في حالة توفر الشروط. تقريبا الإدخال ورا دي أهي.
بعد كده رجع الخطوة دي اهو. فين الترو اهو؟ ده الكوماند دوت اهو، يبقى مي دوت كوماند لا لا ثواني ثواني، كوماند 11 هناخد بس معلش ده تاني كده اهو. يبقى ده 11، تعالى نشوف. يبقى اضافة ادمن، نكتب بقى ايه رقم الادمن الحرفي 180، اسم الادمن احمد حسام، احمد حسام ماشي. رقم الحرفي بتاعه او رقم السر بتاعه 10 10. بص خد بالك، الصورة الشخصية هنا مطفية والصفحات مطفية والنقطة التفاعل مطفية، مجرد ما اعمل ادخال هيظهر لي تمام. يبقى هنا نقدر ندخل الصورة الشخصية ليه توفرت ايه البيانات. يبقى احنا كده هيتعمل هنا رقم الاي دي، وممكن ندخل اسم الشخص نفسه تمام كده. يبقى احنا هنا هنعمل الاي دي، هناخد الاي دي، ممكن ناخد بيانات من هنا تهانينا والكلام ده، ممكن ناخد الايه البيانات من هنا. برضك الموضوع اللي احنا هنتعب شوية عشان نوصل للبيانات ده اسمه ايه؟ تكست 26. يرجع نحطه هنا يبقى القيمة الافتراضية بتاعته تيكس 26، تيكس 62. تعال ندور على تيكس 62 كقيمة افتراضية. ايه دي؟ هو دلوقتي ده مفتوح، هنا إيه مفتوح اسمه ايه؟ مفتوح فورم 10. تيكس 62 اهو. تعال نشوف كده 62 القيمة الافتراضية. يعني ايه القيمة الافتراضية اللي احنا عملناها دلوقتي دي؟ هتعرفوا ليه؟ انا دلوقتي ايه رقم الادمن 40 40، اسم الادمن بص بقى بالك عصام طه، خلاص كده هنا رقم الحرف بتاع 40. ادخال لما اعمل الصوره الشخصيه عصام طه ظهر هنا، يبقى اصبح ان دي ايحاء ان لما ادخل الصوره بتاعته يبقى على فكره ده هيخش على عصام طه ما ايه عشان دماغك ما تروحش للبيت. يبقى احنا كل اللي علينا دلوقتي ايه اللي احنا هنظبط شوية تنسيقات كده، و ممكن نقلل شوية من الفونت، نقلل تاني تمام، و بعزم ممكن يكون اسم كبير ساعات بيبقى كبير، فاحنا ايه فاحنا هنحاول نكبر ايه على قد ما نقدر، ونحاول بقى نعمل لون تاني مختلف شوية اللي هو لون مثلا ماشي دوت. بس برضو خد بالك احنا عدم التحكم في الكلمتين دولت في الانيبل بتساوي ادي الانيبل بتساوي ايه نفس النظام هنا، دي اعتقد ما اقدرش اتحكم اصلا كده كده ايه تكست. نيجي في النقطة المهمة، ازاي ادخل صورة لعصام طه؟ ازاي انا ادخل صورة؟ اول حاجة بنحدد الاتاتشمنت. لا مش اهم حاجة، لا الاهم حاجة الاهم من اتاتشمنت بقى انك تنشئ جدول للصور، طالما انا هدخل داتا يبقى في جدول، مفيش داتا يبقى مش لازم جدول، يبقى هنعتمد على التقارير
وشويه من الاستعلامات. طب هدخل داتا، الصوره دي يعني ايه داتا؟ وانا يعني هرسم الصوره هرسمها على ايدي؟ لا، دي داتا. يبقى اصبح لازم حاجه تخزين. ايه هو الشيء الوحيد اللي بنخزن هنا فيه هنا؟ هو الجدول. مفيش حاجه غير الجدول هو اللي هيخزن لك. يبقى احنا هنا هنعمل كود، الكود كود كودي الادمن، كود الاد ادمن، اختصار الادمن يعني كود اد. وهنا هيكون الاتشمنت. يبقى كده خد كام؟ تيبل 15. يبقى لازم 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 ده يتعرف بتيبل 15. وبما ان الاخ ده اتعرف بتيبل 15 يبقى احنا لازم ايه؟ ننزل المعدات بتاعته. تمام كده؟ يبقى لازم يكون الداتا انتري بتساوي يس، ولازم تنزل الاتشمنت. بنزل ايه؟ طيب دلوقتي ايه هو الكود ده؟ الكود ده اللي هو المفروض هنا يظهر الكود الخاص ب الادمن اللي ايه اللي يتم ادخال عليه. ليه؟ عشان هنعمل مجرد ما ندخل الصوره هنا اهو الصورة. يبقى احنا كده عايزين نعرف الكود، الكود الشخص اللي هيتكتب هنا اللي هو الكود ده كده هيجيب ماشي. يبقى هنا رقم الادمن الحرفي 40 25. هنا مثلا مش عصام طبعا، ايه محمد رفعت. دفعت 10 10 رقم السيريو ده كده رقم طبق ماشي 10 10. بصوا بقى يا جماعه احنا هندوس بس كليك. ايوه عاوزين الرقم ده، ده خد كام؟ اللي هو اوتوماتيك نمبر ده هتقول هنا اهو اسمه اوتوماتيك نمبر. عايزين نوصل له عن طريق اللي هو ده، اللي هو ده عاوزين نجيبه هنا كقيمة افتراضية. يفترض عليه مجرد ما يفتح يظهر لي الرقم ده. يبقى قيمة افتراضية واسمه ايه؟ اسمه اوتوماتيك، اوتوماتيك نمبر هو ده. شكرا. اي حاجة بقى مش فاضي. جابت لي ايه؟ جاب لي الرقم اهو، جاب لي ايه الرقم من الاي دي. يبقى اصبح مجرد ما احط الصورة هنا اهو ده بيتساوي ده، علشان ده متعرف بالاي دي اللي هو اللي في نفس الجدول، نفس الجدول. يبقى ده بيتساوي ده، يبقى ده اسمه ايه هنا؟ يبقى اهو خلاص احنا متشكرين لخدماتكم. يبقى ده بتساوي افتح قوسين ده اسمه ايه؟ تكست 8، تكست 8 اهو ماشي. ومتشكرين ليكم انتوا الاثنين، اختفوا بقى، اختفي وانت اختفي. متشكرين جدا جدا ليكم والمواجهات الايه الايه اهو. خلاص كده ده بدك هنوضح، هنحاول نوضح الفونت بتاعي يبقى تقيل شويه كده اهو، ونفس الوقت يبقى لونه اسود داكن عشان يبقى اعرف ده بالواز اللي اتحط فيه الصوره. ونقول له قبل قبل التحديث ولا بعد التحديث؟ لا ريحك. بعد التحديث، بعد التحديث هندخل الكود اللطيف ده ونقول له، نقول له ده بيتساوي ده. ركز معايا بقى اهو، تيبل 15 فاضي، تيبل 15 فاضي خلاص. هنضيف صلاحيه جديده، رقم الادمن اهو
اسم الألمان دكتورة دينا، دكتورة دينا 10 10. عايزين ندخل بقى الدكتورة دينا ديت اللي ايه الصورة الشخصية. الدكتورة دينا اهي، عايزين بقى نضيف لها صورة شخصية. هنجيب لها بقى الدكتورة مين. هنشوف شوف اي دكتورة بقى، اي دكتورة. مفيش شوية صورة بنت خالص هنا، مفيش اي صورة بنت هنا خالص خالص. ماشي، هو ده الدكتور دينا. ماشي خلاص كده اغلاق. بص بقى هنا بقى حصل ايه. الكود ده اتحط له ايه الصورة ديت، يبقى اصبح الكود ده واتحط له الصورة ديت هنستفيد بيها حاجات كتير في ما تيجي تخش على اللي هو اسمه. استنى بس كده هنفهمك حالا. هو كده كده اتحط له صورة، هو كده كده اتحط صورة. بس افتح، عايزين افتح بس الاول ايه. ما نيجي هنا دخل مثلا يوزر هنا والباسورد اللي ما احنا عملناه اخر مره. احنا بس ماشي. انا فاكر كان في هنا ايه يا ابني حمي ايه، وهنا ايه اهو. هنا بقى هيظهر لك كده مرحبا اسم الفلان، الصوره الشخصيه بتاعته هتظهر هنا. هنا اصبح الصوره الشخصيه بتاعته تظهر هنا اهو، ويقول لك اخر مره تم تسجيل خروج، تم تسجيل الخروج كانت امتى، واخر مره انت عملت تسجيل دخول امتى وتسجيل خروج، علشان برضك لو واحد يعني حب يخترق شغلك لا مجال. هو يعني انت ايه هتبقى فاكر انت دخلت امتى في اليوزر نيم بتاعك اكيد طبعا. برضك هيديك اشعار ويقول لك هتخش على التفاصيل، بس الكلام ده مخلص بقى مش دلوقتي. اقول لك انت عملت ايه بقى، الراجل ده عمل ايه لما دخل، دي قصه تانية هتفهموها بعدين. بس اهم حاجه ايه، احنا دلوقتي بنركز في ايه، في الصوره الشخصيه. يبقى اول حاجه طالما احنا اشتغلنا هنا في الصوره الشخصيه، يبقى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنعمل ترحيب لليوزر نيم، مرحبا بك يوزر فاهم، وهنحط نحط نضيف ايه الصوره الشخصيه بتاعته. بس ده اللي هنعمله في الحلقه الجايه. بعد كده هنمشي بقى خطوة خطوة تاني مع بعض، وهنشوف ايه ده المفروض يختفي ويظهر مكانه الصلاحيات اللي يقدر يخش عليها.